تسلقنا هذا القدر من ابتلاء. إنها البداية فقط، هذا مجرد دخولنا لجبال البيرينيه العظيمة. أعرف ذلك، لا تقلق علي. يجب أن تكوني شاكرة لسيباستيان أوبيل لأنك الآن تتمتعين بصحة جيدة. هل أنتما بخير؟ نعم نحن بخير، شكرا لكما يا سيباستيان وبيل. ما الأمر يا بيل؟ لقد لمع نور ما. أين؟ هناك. نعم بسرعة اختبئوا. هناك من يراقبنا بواسطة المنظار. يبدو أنهم وجدونا أخيرا. هيا بنا، هيا بنا بسرعة بسرعة بسرعة. سيدي لقد هربوا متجاهلين انذارنا لهم. كنت اعرف انهم سيسلكون هذا الطريق بدلا من ممر فروليت. حسنا لنطاردهم. هل انت بخير يا لينا؟ انا بخير شكرا يا سيباستيان. شكرا لك يا بيل. يوبي ما الأمر؟ من؟ هذه أنت؟ ما أثقل دمى. اعتقدت أنه جدي أو أحد غيره. لا تستعمل هذه هنا، فهم؟ شيزون ماذا يفعل هذا الشقي هنا؟ تقصدين كابامارو؟ نحن بحاجة إليه. لماذا؟ خذ هذه لك. هذا ما يعجبني فيك يا شيزون، يبدو شهيا. ولماذا نحن بحاجة إليه يا شيزون؟ بسبب هذه رسالة من السيد هايد ماجيما رئيس مجلس طلاب أوغيوكو. لكن كيف أرتدي هذه الثياب؟ قل لي. أنت مزعجة، انظري. يوبي يح. هكذا؟ ما أروع هذه الثياب، كل الثياب تليق بي كثيرا لأنني جميلة جدا. انتبهي جيدا، سوف أضربك بشدة إذا جعلت الثوب يتسخ. حسنا فهمت أيها الوقح. شش أصرخي بدون صوت. كل شيء على ما يرام. أخيرا نام الجميع، هيا بنا. اتبعيني. أجل. هيا لنتسلق هذه الشجرة. حسنا. الحارس. ماذا؟ تخيلت أنني رأيت شيئا وكأنه وجه امرأة. أمر فظيع. ماذا تفعلين؟ يجب أن نسرع. لن يراك أحد هنا، والكلاب لن تهاجمك أيضا.
ابقي تحت الماء وانتظريني. يوبي. اللعب لا يسلي، ثم إنني لا أتقاضى أجرا. الكلاب تنبح في هذا الاتجاه، هيا بنا. هيا كابامارو اللئيم، إنه لا يعرف كيف يعامل الفتيات، علي أن أذهب وأبحث أيضا. يوبي، لن يلحق بي إلى هنا. سأخذ كل الصور. ماذا؟ حبيبة قلبي؟ تبا، حتى أنه كتب لها المكاتيب. إنه من مجيمة. إذن للارا، ليس ملائما أن أكتب لك هذا النوع من الرسائل لأنك لا تعرفينني، لكنني أحببتك منذ أن رأيتك لأول مرة. تبا، يحبها، يحبها، يا له من تيس. ما هذا الصوت؟ لنرى. ماذا سيحدث الآن؟ البلهاء، قلت لها ألا تتحرك. هوبا، يا 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 يا